السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بفضل الله احنا النهارده 27/8 ولا زلنا في سلسله فيديوهات فلفل الالوان الصيفي، الصوبه المحيره اللي احنا واقفين فيها ديت. عايزين نظهر فيها حاجه كده في الصوبه ديت، ناخد بالنا منها كلنا. نشوف الاول الفيديو هيقول ايه وبعدين نتكلم بعديه. نبص كده على المنظر قدامنا. احنا قلنا ملناش دعوه بالاصناف خالص، الاصناف مش بتاعتنا. ده صنف الاصفر لسه متورقش، الزراعه زي زراعه محيره. خلاص هو كده عنده تشطيبه، خلاص شبه خلص الوش الاولاني بتاعه. شوف شكل النبات معانا، تبارك الله الله اكبر، تبارك الله تبارك الله، طبعا تبارك الله الصوبه كلها بالوضع ده، تبارك الله الله اكبر الصوبه كلها بالوضع ده، تبارك الله تبارك الله. احنا كده في الصنف الاصفر. بص حضرتك كده النمو بتاعنا، شوف النبات من فوق، شوف البرج اللي فوق عندي ابتدى اهوت يعني الى حد ما يمسك شويه اهو، يعني بس ضعيف اهو. ده كده الصنف الاصفر، احنا كده في الصنف الاصفر. قلنا الصنف الاصفر دوت خلاص هو خلص الوش الاولاني بتاعه، فاضل تشطيبه والجزء ده لسه ما اتورقش اهو تحت اهوت. ايه هو شغال توريق لسه ما اتورقش، بيرفع الحجر تحت اهو. دخلنا في الجزء الاصفر اللي اتورق، يبقى احنا واقفين اهو يمين اصفر ما اتورقش، لسه شغالين الرجاله جايين فيه التوريق اهوت، وشمال ورق من تحت رفع الحجر بتاعي. تمام. بص على التحضير بقى فوق بتاع النبات عندي. التحضير طبعا ايه يعني، عملنا الفيديو عشان الحته دي وهنتكلم فيها. نبات طبعا عافي، نبات قوي، تبارك الله اكبر، ربنا يبارك له، نبات قوي، نبات عافي، نبات صحي اهوت. يبقى على يميننا اصفر ما تورقش، وعلى شمالنا اصفر اتورق. احنا عايزين، عملنا الفيديو عشان حته معينه عايزين نقولها. دخلنا كده في الاحمر اتورق، احنا في احمر اهوت على شمالنا اتورق نفس الوضع برضو، خلص هو الوش الاولاني وفاضل كنسه بسيطه عنده. بص برضو التحضير في الاحمر، قلنا ملناش دعوه بالاصناف خالص، في تحضير بس يعني الى حد ما ضعيف شويه. تمام. وادي الاحمر اهو لسه ما اتورقش، يبقى انا على اليمين احمر لسه ما اتورقش اهو، الرجاله شغاله في توريق. في تحضير لحد الى حد ما اهو، يعني بس ضعيف مش بنفس قوه النبات اهو. يبقى انا كده نقف الفاصل بين الصبتين او الفاصل اللي احنا عايزين نوصله. يبقى احنا كده اهو احمر، احمر على شمالنا اتورق، واحمر على يميننا ما اتورقش. نرجع لورا كده، وعندي اصفر على يميني اتورق، واصفر على شمالي ما اتورقش. لفينا وشفنا الوضع بتاعنا، وشفنا النبات نبات صحي، قلنا الاصناف مالناش دعوه بيها خالص، اصناف قويه، اصناف محترمه، شجره عافيه، شجره مثاليه بما يرضي الله، انتاجيه كويسه في الوش الاولاني، شجره عافيه داخله مع الوش الثاني مستريحه، الحمد لله بفضل الله شجره قويه، ما فيش اي اصابات عندي في الجدر تحت، الحمد لله بفضل الله نيماتوده ولا اعفان، بفضل الله ما فيش اي اصابات عندي حشريه فوق في المجموع الخضري بتاعي، ما عنديش لا بياض دقيقي ولا عندي من ولا عندي ذبابه ولا عندي تريبس، الدنيا حلوه خالص بفضل الله. طيب وهو كمان كان ضاخخ لما شال الوش الاولاني ونظف الوش الاولاني بتاعه، فضل عنده كنسه، كان ضاخخ وشغال الفتره اللي فاتت ديت بمركبات تدفع التزهير، كان شغال بمركبات تدفع التزهير بقى له حوالي اسبوعين او 17-18 يوم. طيب لما بصينا عنده على نتيجه التزهير فوق عنده في الـ في الـ في الـ في البرج اللي فوق في ال 30 سم او في نص متر اللي فوق، نلاقي ان التحضير يعني ايه مش مرضي مع قوه النبات ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المفترض انا عندي نبات قوي، احنا بنقول النبات دوت نبات صحي وعافي وانتاجيه كويسه في الوش الاولاني، وعندي داخل الوش الثاني مستريح، ما عنديش اي اصابه نيماتوديه خالص فيه، ما عنديش اي اصابه في الورق بتاع في الاعفان تحت، وما عنديش اصابه في المجموع الخضري فوق. قال لها طب امال ليه مش ماسك حلو فوق؟ ما انا وانا دلوقتي لما انا زرع حاجه للمجموع الخضري، انا مش فرحان بالمجموع الخضري، المجموع الخضري وسيله ان هو يخش معايا الدوره الثانيه مستريح ويديني ظهر ويديني انتاج، يبقى اخد الدوره الثانيه انتاجيه كويسه زي ما خدت الدوره الاولانيه. طب ايه لازمه ان انا عندي الحاجات دي قويه كلها وتسويت باللي عنده نيماتوده، وتسويت باللي بيعاني من الاعفان الجذور، وتسويت باللي بيعاني من البيض دي مش عارف يسيطر عليه، وتسويت باللي عنده اصابات حشريه بالمن او بالذبابه او بالعنكبوت؟ طب ايه فايده ان انا نباتي صحي وعافي وما امسكش وانت بتقول لي ان هو ضخ حاجات للتزهير؟ هو هنا بيدي ميه كتيره في الارض بتاعته، الارض اللي احنا فيها دي، الصوبه اللي احنا فيها دي ارضها عافيه ما شاء الله، الله اكبر تبارك الله، من اقوى الاراضي تبارك الله، وهو خادمها خدمه ممتازه، خدمه كويسه. طيب ارض عافيه وارض مخدومه خدمه كويسه، وهو بيدي ميه كتيره في الارض ديت مبالغ فيها، يعني تقريبا على ما ذكر لي ان هو تقريبا بيدي 3 ساعات. طب 3 ساعات يومي حتى لو ما بتسمدش تحت حاجه، مش هقول لك بقى انت بتسمد، لو ما بتسمدش حاجه في ال3 ساعات دول مع ارض عافيه وارض مخدومه حلوه وارض قويه، اتجهت معايا للمجموع الخضري. يبقى انا خدمه الارض
وقوة الأرض قبل ما نقولها مخدومة صح، أرض عافية قوية ومخدومة خدمة ممتازة، خدمة تبارك الله الله أكبر. وكمان بتاخد مية بثلاث ساعات مية كتيرة قبلها الأرض، تجد النبات بتاعي يمشي النبات بتاعي في سكة المجموع الخضري. فأنا مهما ضخيت معاه حاجات للتزهير سواء رش أو تسميد تحت، لا، قوة الأرض مع خدمة الأرض مع الجو الحر اللي احنا فيه دوت النهارده 27/8 والفترة اللي فاتت دي مع كتر المية الثلاث ساعات دول، يلغوا كل الرش وكل التسميد اللي انت بتديه اللي هو دافع للزهر، يلغيه ويغلبه ويديني مجموع خضري. وهو كمان رش حاجات فيها يعني ايه شويه طحالب وشويه بتاع، هو في زن ان هو بيفك صدمه، اتاري الحاجات ديت مع كتره الميه دي دخلت النبات في المجموع الخضري، فاصبح البرج اللي عندي فوق النص متر اللي عندي فوق مش ماسك المسكان المرضي اللي نقول شوف النبات العافي دوت لما عافي شوف مسك قد ايه، لا ما مسكش. ليه؟ لان ماسك في المجموع الخضري. يبقى هنا عشان اعمل انقضاض على الوضع واعمل تحويل مسار واعدل النبات تاني لازم اقسم المعنى. يبقى هنا لازم من هنا نفرمل بقى، نفرمل اصوم يوم اصوم يومين حسب الارض عندي، وابتدي اقل معدلات الميه بتاعتي بما ما اعملش صدمه للنبات، انزل من الثلاث ساعات انزل ساعتين ونص، انزل ساعتين انزل ساعه ونص بمعلمه حسب ما هو شايف الارض بتاعته. في نفس التوقيت بقى يبتدي هو يدخل حاجات بتاعت الزهر وحاجات التسميد اللي هي تديني دفع للزهر. انما مهما اديت مركبات دفع للزهر ومهما اديت حاجات دفع للزهر سواء رش ورقي او سواء حقن في التربه تحت في التسميد، مهما اديت مع قوه الارض مع خدمه الارض مع الحر دوت مع قوه الميه دوت هيلغيها ومش هيديني فيها اللي انت عايزه. يبقى هنا لابد من تمرد على الوضع، لابد من التصويم، لابد من قله الميه، لابد من اجبار النبات اجباري ان هو يخش على موضوع الزهر اجباري بقله الميه. يا رب تكون مبسوط في هذا الفيديو وبتابعونا مع الفيسبوك من فضلك اعمل لايك، لو بتتابعنا على اليوتيوب من فضلك اعمل شكرا لك معكم اشهد ان التواصل طبعا 0 4 6 8 6 1 9 6 شكرا.